الرئيس، تكرار كلمة الرئيس واتخاذ القرار الصعب هو قرار غير شعبوي على الأمن القومي. هو راجل بصص للأمن القومي وبصص المناطق اللي حولها. أم تصل إلى مرحلة في الوقت عندك تاخد قرار بهذه الصعوبة وتاخد القرار رغم أنه كان ممكن ينقص من شعبيته الشخصية؟ رأيك كيف ده؟ نقطة مهمة طبعا. وأنا هنا كنت يعني شوية هعلق على حديث الزملاء الأعزاء وأقول لو ما كانتش الدولة المصرية بكل أجهزتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي حاضنين لهذا القرار ولديهم خطط العمل، مش عايز أقول الموازية لكن خطط العمل الحاضنة لهذا القرار، ما كناش قدرنا كان كل التخوفات بقى تزعمات هتحصل. يعني احنا قدام قرار اتخذه البنك المركزي صحيح لكن ما هواش بياخده كقرار اقتصادي منفرد. خلاص احنا شهدنا اكبر حزمة حماية اجتماعية بتخرج من الدولة المصرية بحق الشرائح الاكثر احتياجا من دي وان بعد اتخاذ القرار، واستمر هذا الامر لسنوات. والخطة الشاملة للعمل في الدولة كانت لمدة عامين كاملين 48 شهر بتستهدف كبح جماح كل الآثار السلبية لهذا القرار، علشان هو زي ما حضرتك وصفته انه كان هو القرار المنطقي والوحيد اللي يرجعنا. ما كانش في عندنا بديل اخر، علشان تخش اما انهيار الدولة اقتصاديا بالظبط كده، علشان انت عندك اولا مشروع طموح جدا للنمو، عايز تشتغل باقتصاد حقيقي وفق المعايير الاقتصادية الحقيقية، ما يروحش زي أستاذ مصطفى ما قال إن إحنا يتسرب نص الاقتصاد في الاقتصاد الموازي التحويلات. إحنا اتحاربنا من الإخوان في التحويلات يعني أكبر مؤامرة نفذت بحق الدولة المصرية كانت جماعة الإخوان، وهي تقوم بالإنفاق وتمويل الإرهاب عن طريق، شايف اللفة حضرتك يا أستاذ مصطفى، تشتريها برا مصر، عن طريق برا مصر تشتريها من برا مصر وتدفع عليها مبالغ أكبر فتضرب سعر الدولار هنا وتشتغل مع مكاتب صرافة غير قانونية. يعني كنا في دايرة فيها قدر كبير جدا من العشوائية تعطل أي شكل من أشكال العمل المؤسسي والعمل المنضبط العلمي اللي ماشي على خطة الدولة الشاملة. ولذلك انت بقى عايز ترجع على خطة الدولة الشاملة بمفهوم الامن القومي اللي حضرتك بتسأل عنه. انا بحارب الارهاب وحطيت من دي وان برضو ان الحرب على الارهاب ديت علشان انتصر فيها انتصار كامل لابد ان انا احقق معدلات نمو ومعدلات حماية اجتماعية بافضل مما كانت عليه الاوضاع في 2011 كي اقطع الطريق على الارهاب ان هو يدخل الى هذه الشرائح وهذه الكتل اللي تمثل الاغلبيه حتى لحظتنا الحاليه، اللي هي بقى كان فيها الاسمرات وكان فيها المدن الجديده واللي هي كان فيها كل برامج الحمايه الاجتماعيه. انت هنا كنت بتحافظ وانت بتتخذهم على الامن القومي المصري حتى بعيدا عن كل الابعاد الاقتصاديه.